بسم الأب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. يسعد مساكن، عم نتلاقى مرة تانية عن جديد أنا وياكن تسوى نكزدر بسما الكلمة، بالكلمة اللي هي السما، بالسما اللي هي الله معنا، الله معنا اللي رفعنا تنصير نحن معه. مشان هيك الصوم هو زمن مبارك مخصص تنرجع نعيد حساباتنا لقلنا نحنا، تنشوف حالنا. أول شيء الله اللي معنا وين حطينه، والله اللي مفروض نحنا نكون معه ويننا نحنا، هل يا ترى نحنا معه ولا مع كل شيء إلا معه. بإطار هالسنة يلي تخصصت معا قد وجدنا المسيح، نحن بحالة صوم على مدار السنة بحثاً عن هيدا المسيح اللي كلنا منفكر إنه لقيناه. ويا ما في أشخاص مثل بار بطرس بيفكروا حالهم لقيوه ومطمنين بالهم نايمين على جوز قص، بس تنحك الركاب شوي بيلاقوا حالهم ضايعين، ولا بيعرفوا حالهم هن شو، ولا بيعرفوا هالمسيح اللي مفكرين حالهم بيعرفوا، بيلاقوا ضاع منهم ومن فكرهم. بلشنا اول لقاءنا وياكم السنه وحكينا عن ما جمعه الله لا يفرقه الانسان، وشرحنا ليش وفتنا وتعمقنا، وقلنا كيف الانسان الزلمي والمره بيتركوا تاريخهم وحياتهم وأهلهم وكل الدنيا اللي كانوا عايشينها بالأول، وبيلزقوا ببعضهم حتى يصيروا تنيناتهم. وبعدنا بهيدا الزمن اللي هو زمن الصوم المبارك عم نكمل عملية بحثنا تنقول لقد وجدنا المسيح، تنبرم على يسوع وتنلاقيه. موضوعنا اليوم هو بيشبه الموضوع يلي طرحناه شوي ولكن على إطار أوسع. أأنا حارس لأخي؟ أحارس لأخي أنا؟ هيدا السؤال، هيدا الجواب اللي جاوبه شخصية بالتاريخ كتير مهمة اللي هو قايين، وكلكن سوا بتعرفوا قصة قايين وهابيل. قايين راح برم عخيه، برم عليه، لقى بالحقلة، خطط له وقتله وبحش وطمه وعمل حاله ما معه خبر. اجا ربنا وسأله بحسب سفر التكوين فصل 4 الآية 9، قايين قايين وينو خيك؟ جواب قايين بيكون شو أنا ناطر الخي؟ شو أنا ناطر الخي عم تسألني عن خي؟ شو عرفتني وينو خي؟ روح شوف وينو أنت. من هونيك بلشت عملية الضياع تدخل في عالم الإنسان، وبلش الإنسان يضيع ذاته ويضيع الله. مشان هيك فيليبوس وقت اللي راح، وقت اللي تلاقى بيسوع وكان بفرح كبير عم بيركض هو أندراوس وفيليبوس بيروحوا عند بطرس، أول كلمة بيقولوا إياها بيقولوا لقد وجدنا المخلص، وجدنا المسيح، وجدنا الله اللي ضيعناه بكذبنا، بأنانيتنا، باحتكارنا لكل شيء بهالدنيا، بغشمنتنا، بعدم معرفتنا انه منبع الحياة لقلنا نحن قضينا عليه. من هون بيجي الضياع. قبل ما فوت بموضوعي واعمل الربط بحسب برنامج السنة
بحسب الموضوع اللي اعطيناه بالاول عن ما جمعه الله لا يفرقه الانسان، رح نمرق بلمحه تاريخيه تنعرف الانسان بالمراحل اللي مرقت فيها الانسانيه قبل ما وصلنا لهالمفاهيم اللي نحن هلا بنفهمها بالحياه، للبعض منا لحد هلا للاسف بعده كتير مغلوط. في عنا نحن ثلاث اصوات عبر التاريخ. اول صوت عبر التاريخ هو صوت الله. اول ما وعي الانسان على ذاته، وعي على صوت بداخله من جوا عم بيقول له فتش عن الكمال، هو صوت الله. وصار في مسيره كتير كبيره الانسان بشيها عم بفتش على الله، عم بفتش على الكامل، عم بفتش على علة الخلق، عم بفتش على منين اجا وليش هو عايش والوين رايح. واخترع كل الأديان واخترع كل الخبريات، وفي عنا كتير قصص وكتير حكايات انحكيت تدخل الإنسانية كلها بعالم الكمال. توصلنا لمرحلة الإنسان والله تلاقوا في ملء الزمان، تلاقى الإنسان مع الله والإنسان طمن باله حضب الله. بس للأسف الصدمة كانت كبيرة، لأنه هذا الله اللي حد فيه الإنسان هو اللي قال له لا تبرم علي بلا خيك وأختك. بدك تبرم مع الله؟ أهلا بلوكاس. بدك تبرم مع الله؟ الله اللي انت عم تفكر فيه كأنه شخص بده ينزل لك من الغيوم، هيدا ما رح تلاقيه هونيك، هيدا بدك تلاقيه بخيك وبأختك. رجع عمل مسيرة بحث معاكسة وبرم مع الله اللي بتجسد بكل انسان تتلاقى فيه بحياتك. الانسان الفيلسوف اللي بيتفلسف عطول، تعرفوا الفيلسوف شي مهم بس المتفلسف كارثة، اللي بيفكر حاله بيعرف كارثة. هو عم بيبرم على الله بالإنسان، غرق بمسيرته وصار بيشوف بس الإنسان وبطل يشوف من خلال الإنسان صورة الخالق. مشان هيك صار في عنا صوت تاني ارتفع على حساب الصوت الاولاني. طلعت الانظمه الملكيه، الانظمه الدكتاتوريه، الانظمه التوتاليتاريه، طلعت واو الانسان اكتشف الجمهوريه الديمقراطيه وصلنا على الكمال. واذا بكل نظام الانسان اكتشفه لذاته حطه بحاله استعباد اسوأ من الاولى. مشان هيك بالنظام الديمقراطي الجمهوري، انت this is a free country in Australia، هيدي استراليا هي بلد حر، بتجيب تقلي هيدا الله هيك بده؟ الله ما هيك بده حبيبي، حط لي الله عمال ثلاثة صوتوا ضد اثنين، ثلاثة ما عن حق، خلص لو كانوا اثنين على حق. ضعف صوت الله وطلع صوت تاني مقابيله اسمه صوت الشعب، ورجع الشعب فات بمتاهات كتير كبيرة، شال فكرة الكمال شوي 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 شوي، توصلنا لالله اللي هو أفيون الشعوب، هذا بيخدر لك ضميرك وبيفزعك، زدته عمال وروح انت وخيك عمرو المستقبل، انت والإنسان معك عمرو المستقبل. وبلشت تطلع الفلسفة البشرية، ناس تقلك من هو الآخر؟ من هو أخي؟ الإنسان هو ذئب لأخيه الإنسان. لكن وين توصلوا؟ توصلوا بالفكر الفلسفي، بالفلسفة الوجودية، لعدة مدرجات. قليل كتير الفلاسفة اللي قدروا يطلعوا للمدرج الروحي تيكتشفوا أنه الإنسان الآخر هو امتداد لألي أنا، وبلا الآخر أنا ما بقدر كون.
وإذا أنا بدي أأذي الآخر أنا عم بأذي حالي إن شئت أم أبيت. وإذا أنا سكرت بوابي على الآخر أنا اللي حطيت حالي بالعتم والآخر يمكن ما تفرق معه. وصرنا ما بين طيارين للفكر البشري، طيار بيقول الآخر أنا بحاجة لألو تكون وفيني يكون بلا الله، وطيار تاني بيقول أنا بحاجة للآخر تكون، وهذا الآخر اللي هو قليل جداً، هذا الآخر لسبب ما أنا ما بعرفه موجود، ويمكن يكون الله هو ذات اللي بطريقه وأنا بلاه ما فيني يكون، فإذا أنا بحاجة لألو مش لازم استغني عن الآخر مين ما كان يكون. وفي عنا القسم الثاني واللي هو بالسواد الأكبر من البشر، الإنسان هو ذئب لأخيه الإنسان. الإنسان صار ديب الخي الإنسان، لا فيك تمشي وراه لأنه بينهشك، ولا بيسترجي يمشي قدامك لأنك بتنهشه، والدنيا فريسة الشاطر بيعرف يسرق، عفاه هيدا ذكرت، بيعرف يكذب تيمرق ضروب يجرح فيها أخوته البشر، عفاه هيدا زلق شطور، بيعرف ما يحترم حدا عنده قدرة مادية بمصرياته بفكر حاله في يشتري الشيء اللي محقه مصاري. وهون قسم الإنسان وضاع الإنسان، وكل ما يوسع مدى صوت الشعب يخف مدى صوت الله. تبلش أول شيء صوت الشعب تحت، صوت الله فوق، بلش كل ما يقوى الشعب توطى قيمة احترام الألوهة. طيب شو وصلنا لزمن وقطعنين، انتبهوا هلا الواقع اللي احنا فيه هلا اخطر بكتير، تصير صوت الله تحت ليل مكبشين بحبال ربنا. عنا 400-500 ألف مسيحي، عنا 600-700 ألف مسيحي شرقي باستراليا، بس اروح على القديسات بتلاقي له 3-4-5 آلاف، وهوديك كلن سوا صوت الله عندهم عم ينطفي، صوت الشعب يلا الكل عم بيعمل هيك بعمل مثل الكل انا، تكون مرغوب ببيئتي. الى ان فلسفة الانسان يلي بدها تعيشه بعيد عن الله وبدها ترجع ترده لحالة الخطية الاولى، يحط حاله مطرح الله، هو عارف ومتأكد انه مش كامل ولكنه يدعي الكمال ويجعل من ذاته مرجعية لذاته. ليكوا شو صار، بلشنا من فترة من شي 30 سنة وبالجاية نسمع صوت ثالث عم بيطلع ما في أخطر منه، صوت تغطى تحت عنوان الحرية، وهيدا الصوت سمى حاله الأنا I like it like that. فإذا هيدا الصوت تبع الشعب صار يطلع من عنا ولاد صغار، قد ما غنجناهن واهتمينا فيهن صرنا نعملهم مثل ما بدهن، صاروا مفكرين حالهم هني مرجع لزيتهم ومرجع للدنيا كلها، وصرنا مرئين بأزمة لها أول ما لها آخر، اسمها آي للشعب بقى يهمه، لك يا أمي عيب العالم اجوا لعنا طلق لما صل خير جو اويتا، ما احكي الكلمة الفالتة ايش بدك، هودي عندك انت مهمين، انا ما بيعنوا لي شيء منني، هودي ما قلم حل بالاعراب عندي، لك يا امي انت عم تطلع عم تظهر مع صبية ومنك متجوزة، يا امي بتجيبي لي البدية ولا بتركك وبفل لانه انا حر. وصار في انظمة عالمية عم تحمي عدم مسؤولية الانسان وتفلت الانسان تحت عنوان الحرية. وهون بلشنا مش 30 سنة نسمع صوت رفيع اسمه آي، بدي أو ما بدي وأنا موجود وحر بدي أعمل بدي، ولكن كان صوت الشعب أقوى يجبروا الشخص بالقوة أو بالمنيح أو بالترغيب أو بالترهيب، يجبروا الشخص شوي يحترم العادات والتقاليد ويحترم صوت الشعب. بلش يقوى هيدا صوت الآي آي آي، تطلع لنا شيء اسمه وين هو؟ آي فون.
يس يس كلمة آيفون من هون جاية. آيفون and this is I. This is who I am. I don't need you. ما بدي إياك. مني عاوزك. مني عاوزك. ولو كنت أمي شو بدك؟ جوجل ويكيبيديا بعرف أكتر منك. وشو محطوط بالويكيبيديا؟ مين معبى المعلومات بالويكيبيديا؟ شو صح شو غلط؟ ما بيعني لي. ليش؟ لأنه من أنا وصغير ما تعودت اسمع رأيين. يا عمي ممكن يكون شخص مغلط، ما في حوار، ما في حوار لبين الأخوة ولبين الأهل مع بعضهم ولبين الأهل والولاد، ما في حوار. إذا أنا عندي رأي معين غير قدرة الله ما بتثبت لي أني غلطان، لأني مش معود على منهجية الحوار وفن الحوار. لأنه بس أتحاور أنا والشخص أيام بيثبت لي أني غلطان، لأنه أنا إجباري بغلط لأني أنا مش كامل. وأيام أنا بثبت له أنه هو غلطان، هو بيكبرني وأنا بكبره. بس وقت اللي بيكون آي 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 نرجع كلنا أطفال ولاد صغار حاملين بإيدينا سيوف إلها حدين، كيف ما بنبرم بدون مسؤولية منجرح قدامنا ومنجرح لحالنا، وآخر شيء انطفى صوت الله وانطفى صوت الشعب، واليوم عايشين بزمن آي. Do you agree with me؟ بتوافقوني الرأي؟ انطلاعا من هون بدي فوت بأول نقطة. النقطة الأولانية هي آدم وحواء. قرروا إنه هن يعملوا مرجع لحالهم. الله منبههم أنتوا معي أنا كمالكم، أنا الآخر بالنسبة لألكم اتنينيكم. أنا خلقتك يا آدم وخلقت لك حواء تتكملوا بعضكم. يعني أنت يا آدم بلا حواء مش إنسان، أنت مسخ. وأنت يا حواء بلا آدم مش إنساني، أنت مسخة. وأنت يا حواء وآدم بلا أولاد أنتوا ما في قيمة لوجودكم، لأنه غاية وجودكم هي إنمياء واكثر واملأ الأرض. بيرجع بيجينا الإنسان اللي بيبلش بمعركة الحياة. آدم وحواء قالوا له لالله عود عمال، أنا شايفة وأنا لامسة وأنا بعرف أنه إذا أنت أنا ما كلت من هالثمرة أنت بدك ضلك مسيطر علي. قلبت مفهوم الحب الإلهي مثل الأولاد يلي بهالأيام عم بيصوروا على أولاد على أهلهم. بكون الأم عم بتموت حرقة على بنتها اللي طالعة ما بتعرفها كيف طالعة ومع مين طالعة ومع مين عم تسهر، ولا ابنة، وآخر شي بس تقول له يا أمي اعمل معروف، يا حبيبي يا عيني يا أمي اعملي معروف، بيقوموا عليهم. You hate me, I hate you, I know what I'm doing, leave me alone، تركوني بحالي. وهون منشوف انه آدم وحواء هن اول شخصين لعبوا هيدا الدور. قالوا له لالله ريحنا منك، عم تحط لنا كتير قوانين، نحن بدنا نعيش على ذوقنا على هوا كيفنا. وهيدي التفاحة اذا نحن ما قلنا التفاحة، سوري ما في تفاحة، هي بالتقليد الشعبي التفاحة، هيدي شجرة معرفة الخير والشر. إذا نحن كلنا منا نحن منصير مثلك، منصير منعرف منقدر نميز. اكلوا تيشيلوا الله ويقعدوا محله، مش هي هي القصة؟ ليش نحن كل نقطة خلاف بتصير مع رجل وامرأة هن مش مفروض يتعاونوا مع بعضهم، يتقبلوا بعضهم، يسامحوا بعضهم، يعذروا بعضهم، يتفهموا بعضهم؟ وقت اللي الزلمة بده شك بمرته منو عم بيقلا ما بدي اياكي بقى بحياتي، او بتزبطي حالك او يا ويلك. شو يعني بلش الشك؟ بس يبلش الشك يعني بطل الاخر مراية انا بقدر شوف حالي عليه. صرت هيدا الاخر شايفه مجوي بدي ابرم مع حدا نظيف، يعني عمليا عم بيقلا لمرته انا ما بدي اياكي بس مجبور فيكي.
وأبشع شعور بالدنيا وقت الزلمة أو المرأة بحسوا على حالهم مجبورين ببعضهم، وأبشع شعور بالدنيا وقت لحنا بقلب الرعي غايتها الحب وغايتها القداسة وغايتها بنيان الحضارة، حضارة الحياة بحضارة المحبة، وغايتها تنكتكلنا سوا نكبر من نبع الله بقلب الكنيسة. اجي أنا على الكنيسة تشك بأختي وشك بخيي وشك بالأبونا والأبونا يشك فينا، ونبلش نعفرت ببعضة تما نقول كلمة من حلوة، تنرجع نحول نبع الحياة، نبخ كل سمنا بنبع الحياة، ونصير نحن إذا شربنا منموت وكل واحد بيشرب من النبع بيموت، بيصير النبع هو مسم، وتطلع التهمة آخر شيء على الله. والحقيقة نحن اللي ما بنسمع من الله. شارل الملك بيقول، مشان هيك الوصية وقت اللي قايين وهابيل، وقت اللي يسوع، وقت القايين قال له ليسوع، قال له لله، قال له انا شو انا ناطر الخي عم تسالني عنه؟ مشان هيك الوصية بتجي اول شيء فيها شقين، لانه وقت قتل خيه ما كان عم يفكر بالله، كان عم بتضايق من الله كيف خلق له خيه، ايش بدك ليش حطيت لي، ليش انا بملك هالدنيا كلها وحده. وهم نشوف انه الوصية اجت بوجهين. اول وصية على وجه الارض بالتاريخ، الله على لسان الله، اسمع يا اسرائيل، انا هو الرب الهك، احبب الرب الهك الهك من كل قلبك وكل قوتك وكل فكرك وكل وكل وكل، واحبب قريبك حبك لنفسك. يعني منو خيي؟ انا ناطره لخيي؟ لا يا حبيبي، خيك هو بيساويك مثل ما بتحب حالك، وانت بدك الدنيا كلها لألك. اذا ما حبيت خيك وردت له الدنيا كلها لألو، الدنيا مش رح بتكون لا لألك ولا لألو. مشان هيك احبب قريبك حبك لنفسك، يعني ساعد خيك تتعمل منه انسان. انت كمال خيك وكمال اختك، انت كمال خيك وكمال اختك، انت كمال جوزك، انت كمال مرتك، انت كمال، انتو كمال الابونا، الابونا كمالكن. حطوا ايديكم مع بعضكن تتعملوا من بعضكن بشر، لانه نحن تحت عنوان الكمالات، تحت عنوان التقوي حاطين نضور وعم نبصبص على بعض، وتحت عنوان الحرية حاطين مسمار بإجرنا ومنلبط ببعض، وتحت عنوان البراءة حاطين لسان كذاب بقلبنا وعم نكذب على بعض. من هو خيي؟ من هو الآخر بالنسبة إلي؟ هلأ وصلين تتعرفوا من هو الآخر بالنسبة إلي. عالمنا اليوم بده يحاول يرجع يردنا لسنة الصفر، وقلنا يا انسان انت الدنيا كلها وحدك لألك، شو بدك بالعالم؟ واذا ما فيك تاخد الدنيا كلها سكر على حالك وعمل دويرة لألك، هالدويرة ما حدا بيفوت، لا انت بتطلع منها البرة ولا حدا بيفوت عليها الجوة. مشان هيك في مثل روسي بيقول، بس رحت على روسيا عجبني هالمثل، بيقول دموع الاخرين ليست سوى قطرات مطر. دموعي انا بس لها اهمية، دموعي انا نار، دموعي انا عذاب وهموم وألام ومدري شو، بس دموع الاخرين ليس لها قيمة في نظري. بس الدنيا عم بتشتي، توقف بتشوف يا ما في عالم عم تبكي بطريقك، يا ما في ناس حد منك عم تبكي وانت مبكيها، ما بتحترق علي، بتطلع على دمعتها بتقول هيدي الدنيا عم بتشتي. احنا عنا المثل زيت، واحد اذا شو ما عملته فيه بفكر الدنيا عن شتي، يعني ما عنده كرامة. شارل مالك بيقول اذا كان بدك تكون مهندس تقرأ كتب هندسة، واذا كان بدك تعمل طبيب تقرأ كتب طب، بس اذا كان بدك تعمل قديس بدك تقرأ
الكتاب المقدس. وإذا قريت الكتاب المقدس أنت لا تقرأ ذاتك يا إنسان، أنت ترى ذاتك على مرآة الآخرين، لأن الكتاب المقدس كتب من أجلي حتى أعرف كيف بدي أهتم بالآخرين، وكتب من أجلي حتى يقلي أنه أنت لو ما كنت موجود أنت مش مسؤول عن الآخرين، بس أنت يا إنسان لأنك موجود رسالتك ما بتتم ومجدك ما بيبين إلا ما تكون عم بتدوب حياتك خدمة للآخر مين ما كان يكون وكيف ما كان يكون، وما تنطرم بالآخر يكون. إذا أنت بتعتبر حالك ناضج، ول إذا الآخر مش عارف إنه أنت كماله، ول أنت عارف. إذا مش عارف إنك أخته، ول أنت عارفة. إذا الآخر مش عارف إنه أنت ما فيك تعيشي بلاه، أنت عارفة إنه ما فيك تعيشي بلاه. هلأ إذا كان فاهم بيريح المشوار علينا، بس إذا ما كان فاهم رسالتنا بتدوبل. بك تعملوا قديسين، فوتوا بمنطق الكتاب المقدس، وهيدي غايتنا. فإذا شو يعني أنا مسؤول عن خيي؟ ومن هو خيي؟ هون السؤال لألكن، يا ريت في معنا وقت أكتر تنعمل جروب ورك. شو يعني أنا مسؤول عن خيي؟ ومنو هذا الخي؟ وليش أنا مسؤول عنه؟ وشو مطلوب مني حتى أكون مسؤول عن خي؟ بإستراليا وبالعالم كله هيدي المقولة سقطت، عم تسقط، لأنه عم تبرد قلوب الناس، والأنانية عم بتخربط الموازين كلها. يسوع بيقول يلي بيبغض نفسه بهالدني بيربحها بمتى، ويلي بيحب نفسه بهالدني بيخسرها. شو يعني؟ ما يا أبونا أصحية، إذا أنت بدك تعيش مرتاح برعيتك وبيقعد رشيتك بحق لك تعطي رأيك، بس لا تتسلط برأيك. بحق لك تستعمل المادة، بس ما تستغل الآخرين كرمال المادة. بحق لك تستمتع بجمال الله بخلقه، بس ما بحق لك تستغل جمال مخلوق الخلقه الله. وهيك بتحافظ على علاقتك بالآخر، بتحافظ على احترامك للآخر، وبتدفع الآخر حتى يحترمك. مشان هيك بس تبرد المحبة بالقلوب بتخف قيمة المبادئ، بيسكت صوت الضمير، وإنما الأمم والأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وتذهب الأخلاق عندما تبرد الحرارة بالقلوب.